حتى مع الصعوبات اللي فيها ماشيه، المركب ماشيه لحد ما نهايتها كانت نهايه صعبه قوي، ان هي جايه فيك انت تحديدا، فسخ التعاقد. كنا في اجازه هنا، ما كان خميس او جمعه على القصه، ما بقتش فاهم هو شديد قناوي فسخ عقد ايه اللي حصل. مع حتى الحكايات اللي اتقالت حاسس ان في حاجه منقوصه، ليه احمد شديد قناوي اهم لاعب واكثرهم مشاركه في الفريق؟ اعتقد انت وفريد شوقي وعمرو موسى من ساعه انضمامك لاعبين اكتر من 130 مباراه يعني، اعتقد فليه ليه ما ليه يحصل كده؟ ايه اللي حصل؟ بص يا كابتن، يمكن حكيت في الموضوع ده، بس يعني المشكله ان انت زي ما حضرتك بتقول كده، لما يكون بتقعد مع ناس ويقولوا لك المدرب مش عايزك و لا، انت بتبقى حاسب انا بس عايز اوصل حاجه للجمهور، يعني من عند حضرتك كده، ان الكرة مش بالكذب والخبث والنفاق، الكرة دي حاجة ممتعة، يعني الكرة دي حاجة لازم تبقى مستمتع بيها. أنا مش هريح ناس على حساب إنسان، أو مش هريح ناس على إن أنت تظلم واحد أو تظلم اتنين أو تظلم، لأ، أنت عندك أنت ما تخليش عيوبك اللي عندك تطلعها في غيرك، لأن المشكلة هتفضل مستمرة. لأن اللي أنت دلوقتي الحاجات اللي بتحصل دي تخلي النادي مش فوق، صح، تخلي النادي المصري مثلا في أزمته زي ما هو. طيب قبل ما تخش لي في أزمتك أنت تحديدا، أزمة الفريق ككل على مستوى الناحية المادية والمستحقات، هل كان علاجها هو مش نازلين التدريب النهاردة؟ بص يا كابتن، هو الموضوع كله كان جماعي، يعني اللعيبة خدت قرار جماعي، وأي لعيب تسأله هيقول لك نفس الكلام. القرار كان جماعي بحت، يعني اللعيبه ممكن تكون عدم التواصل مع الاداره، يمكن كابتن معين قال نفس الكلام، انه ما كانش في تواصل ما بيننا وما بين الاداره، وقال لك الامور صعبه. لو حضرتك سمعت الحلقه وقال انا محترف في وقال لك الاخر، انا معترف، انا طبيعي انا ابقى موجود، لكن اللعيب ليه طاقه، واللعيب زي ما هي بالظبط كده، هو اللعيب حس الاحساس وصل له. يمكن انا زي ما انا قلت قبل كده، انا ما كنتش صاحب القرار، يعني انا الاداره ومدير الكوره انا ما كانش بيديني قرارات ان انا اقولها، بدليل لما الكابتن كريم طلع قال ان شديد لما قلت له رجع اللعيبه، لما قصدت شديد رجع اللعيبه. طب انت لما قصدتني، لما حطيتني اديتني وضعيتي واديتني ان انا ممكن اتكلم وممكن قدرت اتكلم مع اللعيبه، لان انت وعدتني بحلول. ايوه، فاللعيبه بتثق في احمد شديد كتاريخه واسمه واحتراما، فكل دوت اللعيبه بصت له، فاهم قصدي؟ فاللعيبه صدقتني. ولما رجعنا المعسكر يا كابتن، انا اللعيبه رجعت المعسكر، ما يعني ما خدوش حاجه برضو، وانا استبعدت اول ما وصلت المعسكر، رجعت على الطريق تاني. بداعي ايه؟ ليه شديد الوحيد اللي استبعد ساعتها؟ ما اعرفش، هو بداعي ان انا اللي بقول للعيبه حرقت. ان انا ده مش موجوده فيا اصلا. بس ده حضرتك بتتكلم على واحد لعب كل ماتشات الدوري مع كل الانديه، يعني لو واحد ده بتاع مشاكل يبقى باين عليه، يبقى الراجل ده فعلا كده. الشرارة بدأت من مين طيب؟ والله الشراره جت في قرارات كده اللي هي المعميه، قرارات معميه كده، خدت في قرارات بدأت تطلع كده، تعرفش هي بتطلع ازاي وبتقول ايه. بدأ في تطفيش ليا، بدأ في كلام مش كويس بيتقال، في تطفيش ان انت كفايه، يعني كلام ما مش عارف اوصله لك ازاي، بس ان انا خلاص خدت قرار ان انا مش قادر. اصل هو انا عايز الاقي لها منطق على مستوى المشاركات، انت بتلعب يعني مش عالة على الفريق بلغة الكورة، على مستوى العقود انت مش الاعلى اجرا مثلا، فعايز اتخلص منك عشان بدفع لك كتير، فهي ايه السبب؟ ما انا بحاول ادور على مبرر، فساعدني نلاقي مع بعض. انا بحاول اساعدك والله، بس انا المبرر مش لاقيه، ومش عارف ايه اللي بيحصل ده يخلي ما اعرفش ليه، يعني في ناس معينه عايزه النادي المصري يقع، وانا ما اعرفش ليه. يعني النادي المصري اصل اللي بنتكلم عليه ده النادي المصري، النادي المصري طبعا كبير، يعني فريق وجماهيره كبيره، ولا يقف على احد، دي حاجه منتهيه يعني مفهوم، دي حقيقه. بس النادي المصري اكبر من كل الكذب والحاجات اللي بتحصل دي يا كابتن، عشان اوصل للناس معلومه، لان بتوصل من مسؤول، فالطبيعي ان انا كجمهور اصدقك،
بس لما تيجي توصلها لو انت بتحب النادي وصلها صح عشان الناس تفهم ان اللعيبه دي ضحت ازاي وتعبت ازاي، واللعيب ده نفسه اللي كانوا بيشوفوه قدامهم واقف بيبكي بعد كل ماتش وواقفين شايفينه الوحيد اللي مثلا بيبقى زعلان بعد اي ماتش ومتضايق، لا نحكي الحاجات اللي بتتقال. لكن احنا كنا بنحكي اللي هو الحاجات السلبيه اللي هي الغلط اصلا اللي هي ما بتحصلش. ايه اللي دار بينك وبين الاداره؟ بتكلم عليك انت وفريد شوقي ومسعود باعتباركم الثلاثه اللي الاداره اتكلمت على ان هم حرضوا على التمرد. ايه اللي دار في الجلسات اللي بينكم وبين بعض؟ لا هو مفيش جلسات، مفيش تحقيق اصلا. حصل الكابتن كريم طلع قال في تحقيق، مفيش تحقيق حصل. انا كنت عند حاج سمير في مكتبه، وده في مصر هنا مش تحقيق، ده بيبقى في بورسعيد مع مستشار قانوني. لكن انا كنت مع الكابتن مع الحاج سمير، والراجل قعدنا نتكلم في الاول، الكلام كان عادي وايه يا جديد. قلت له قرار جماعي بس انت المفروض. قلت له والله انا ما كنتش نفس الكلام اللي قلته، انا ما كنتش باخد قرار. انا كان كابتن كريم كان لغيني وحضراتكم ما كنت لما بتيجي تكلموا بتكلموا لعيبه تانية تقولوا لهم على مواعيد وتقولوا لهم على حاجات، فانا كابتن الفرقه بعرف من اللعيبه. فده مش صح ككوره. ليه تم ابعادك من الاسماء الاولى على مستوى التواصل ما بين الاداره والفريق؟ لا ما دي انا ما اعرفهاش، انا دي كنت بحاول اعرفها. ما كانش ده الوضع سابقا اعتقد. لا مع كابتن علي لا، الوضع انا اللي كنت متحكم فيه، ما حصلتش مشكله على مدار السنه. الفرقه لعبت افريقيا، راحت مربع ذهبي، الفرقه وصلت لافريقيا مع كابتن علي. كابتن علي هو اللي كان متحكم، فكان محطتني جنبه ان انا لما يحصل حاجه باجي احكي معاه وبنوصل للناس وبنوصل لحل يعني. فانا كنت ليا وضعي كانش فيه. لكن حضرتك المركب اللي فيها 8 7 لازم هتغرق، مش هتكمل لان القرارات كتير. لكن انت اصلا كنت لغيني في قراراتي، انت مش مديني قرار. بس وانا اصلا يعني كابتن انا والله ما كنت حابب اتكلم بموضوع تاني، لان انا زعلان على النادي المصري وزعلان على الازمه اللي هو فيها. انا عايز النادي المصري يخرج من اللي هو فيه. كلنا عايزين ده طبعا. انت اللي طلبت فسخ التعاقد؟ انا طلبت ان انا اتقال لي كلام يخليني ازهق. وانا ايه هو الكلام بتاع ان معين الشعباني مش عايزك ولا مدرب مش حبك في المعسكر، المدرب مش محتاجك معاه في المعسكر والكلام اللي هو اللي بيضايق تاني دوت. بس انا